عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، نتمنىكم تكونوا احسن ناس ان شاء الله في العالم كامل، مسلمين كاملين ان شاء الله يا ربي. اليوم غنعملوا الفروطه ديالنا المعسله، انتم كتشوفوها بالقشيره ضد الدلاح، وان شاء الله كتجي كتحماق وضد الدار واقتصاديه، وعارفه شنو عملتي فيها بيدك، ونتمنى يا ربي تعجبكم. ويلا معايا على طريقه التحضير والمقادير ديالها وكل شيء ديالها، واذا تبعتوا الوصفه كتجي كتحماق. نتمنى على ربي تعجبكم تكون عند حسن الظن ديالكم. يلا نمشيو لطريقه التحضير ديالي ان شاء الله. بيسيتو حبايبي حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم شيبات ام سليمان. نتمنى يا ربي تكونوا بالصحه والعافيه ان شاء الله. واليوم جبتكم الوصفه ديال الدلاح، درتو فرتي بالدلاح ان شاء الله يا ربي، عامله الروينه في اليوتيوب وداكشي، وتاينا نعمل حقي، ونتمنى تعجبكم بطريقتي وسهله واسهل حاجه. عيش انه هذا في شويه التماره، ماشي التماره، ولكن وين تقشر الدلاحه كامله، تقشر هيدا انتم كتشوفوا، تقطعوها قطعات هيدا، وان شاء الله يا ربي النتيجه ديالها مضمونه، وكتجي غزاله. ونعملوها في الكيكه، وكنعملوها في اي حاجه، حنا في المغرب في طنجه بعدا توتي فرتي 100 درهم، ماشي حتى كما 10 دراهم 12 درهم، دابا قالوا لي زادت زعما نعدلوها في الدويره ديالنا، وتبقى لنا حتى 3 شهور 4 شهور في الدار. ونتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم بطريقتي، وتمنيت تجربوها وتعاودوا لي عليها ان شاء الله. وبسم الله هذه ما فيها شي المقادير، دابا غادي نوري لكم كيفاش، راه العفو ماشي غنوري لكم، راه معروفه الحمد لله، ان شاء الله نوريكم الطريقه ديالي كيف عملت لي انا الدلاحه كامله قشر كليناها، واللي شات قشرته وعملته في واحد البوطي، والقشور ديالو مجمعته كامل الدلاحه كامله قشرتها وقطعتها طريف، وحاولوا تقطعوا الطريفات تقريبا يكونوا عند بعضهم، الا عملتوا ديك الرقيقين وحدين غلاطين اللي كطيب واللي كتهرى واللي ما كطيبش مزيان، انطونسيس نتوما جربوا تعملوا حاولوا، هي زعما ماشي غادي نعملوا داكشي حد وقدو غادي يجي هو هذاك، ولكن جربوا تجيبوا هذا التقطيع، هذا يكون تقريبا بحال باش ما تخسر لكم شي وتجيكم زيونه ان شاء الله. وبسم الله عندي هنايا قلت لكم الدلاحه والعبر ديالها، من بعد غنوريه لكم، دابا نعملوه يطيب وعاد ديك الساعه نرجعوا مع بعضيتنا. عندي هنايا ثلاثه المغارف السكر ومغرفه صغيره دبينيه دباني، وغادي نعملهم ها هما فين هما، نغطي بهم الماء ديالي هانتوما كتشوفوهم، ها هما في القاع ما بغاوش يزولوا، نحركها واحد شويش باش يهودوا، وغنغطيهم. ها هي عندي مغطيه كيف ما كتشوفوها دابا، وغنعملها على النار عاد تبقى طيب ان شاء الله، عير تبقاو تجابها، هادي ما فيهاش القياس على 50 دقيقه ولا 10 دقائق ولا حتى حاجه، هادشي نتوما ملي تبدا تغلي حنيو العافيه باش ما تكونش العافيه قويه بزاف، مره طلعوا عليها ما تشوفوها رطابت بالحق، عاود ماشي تتعجن. هاد النصيحه اللي كنقول لكم باش تجيكم الوصفه مزيونه، وسمحوا لي الهضره فيها بزاف، خصني نفهمكم مزيان باش تجيكم مزيونه. الا طيبتوها بزاف وعاد عسلوها كتهرى بوحديتها، وإلا طيبتوها الطياب عادي مزيون تبقى فتيتيه وماشي معجنه، غتجيكم غزي ولا واقفه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وغنوريكم الدلاحه ديالي، خليتكم واحد فتيوته هنايا باش نوريها لكم، ما كنظنش كلشي كيعرف الحمد لله. ها كنزول لها هاد القشيره هادي هايده باش ما الا جاو فتيوته الا بقاو ما كاين حتى مشكل، وكنزولوا لها القشيره ديالها هايده. انا عملت الدلاحه ديالي كامله هايده، وكنعملوا لها هكذا ونقطعوا الطريفات، هذه زعما ما كنظنش تحتاج المعرفه، راه كلشي كيعرف الحمد لله بحق، واخا باش ما تقولوش ما وريتيناش ملي قطعتيها وملي قشرتيها، حيت الا جبت ساعه د المكان كنقشر تما ونعدل غيجي الفيديو طويل، تاع حوايج جيت تعاود وريت لكم، خليت عياد فتيوته باش تشوفوا ان شاء الله يا ربي تعجبكم. وملي طيب انا غنوري لكم الطياب ديالها، ونتبعوا معايا خطوه بخطوه ان شاء الله، وعادي تشوفوها كامله حبيبي. هالشكل ديالهم اللي كيطيب هانتوما كتشوفوه، هانتوما خصكم تشوفوا شحال كيف هو زعما في الطيب، ها يدي نتوما خصكم تشوفوه وتعرفوه طايب بيدكم، حيت كل واحد غيعرف الحاجه ديالو طايبه ولا ما طايباش. ها هو دا معايا واحد 25 دقيقه حنيت له العافيه وخليته، دابا ان شاء الله غادي نقطرو ونرجع عندكم ان شاء الله حبيبي.
هيا الفروطه ديالي الفروطه الدلح ها هي فينيا قطرتها. هيا حبايبي من بعد ما قطرتها كبيت لها النص ديك المانيت اللي طابت فيهم حيت فيهم شويه السكر باش ما كتجيش ضروري ديك باينيه وشويه السكر باش كطيب فيه. عملت النص ديال المدياله اللي سيبت واللي بقى عملت النص ديال الكاس هذا حيت هذا من اللي طاب عبرتو جاوني ثلاثه ديال الكيسان ونص هادو اللي كيرفدو 250 مليلتر عطاتني ثلاثه ديال الكيسان طايب ناضي. عملت النص ديال الماء واربعه ديال الكوتشرات ديال العصير ديال الحمضه وان شاء الله يا ربي. دابا غادي نعمل هذاك الكليكوز مشيت نجيب الكليكوز حيت عندي القب بسم الله. غنعمل واحد كوتشره معمره بزاف ولا جوج هادي باش ما كتعل باش كتعلك لنا هاد الحلوه ديالنا تيتو فريت توتي فريتو ولا توتي فروتي. نتمنى يا ربي تكونوا عرفتوا عاد سيكورو غتعرفوا ان شاء الله. حنايا كنقولوا لها اذاك في طنجه في متعاخر والله ما نعرف طنجه كنقولوا لها توتي فروتي كتكون منوله كنعملوها في الكيكه كنعملوها في بزاف د الحاجات الصراحه مزيانه بزاف كنعملوها في الصابلي كنغطيو بها بزاف د الحاجات بزاف د الحاجات. ونتمنى على ربي الدار تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم يا ربي وتعجبكم. الا ما كانش الكليكوز عملوا الميرميلاده الميرميلاده ديك اللي كتكون معلكه ماشي بالطروفه وحتى الا كانت بالطروفه ما كاين حتى شي مشكل ولكن من الاخص احسن ما تكونش بالطروفه. حتى هي عملوا جوج كوتشرات منها اولا وحده كبيره على انا كنعطيكم القياس على اللي عندي انا هذا هو القياس. خرج لي ثلاثه د الكيسان ونص على ثلاثه على ثلاثه د الكيسان ونص هذا النص ديالو بديك المانيت اللي طاف فيه ثلاثه د الكوتشرات ديال هذه. ودابا غادي نضيفو السكر السكر حيت انا كل كاس كنعمل فيه النص د الكاس. ها هو معمر بالسكر دابا غادي نضيفوه وعادي نزيد كاس لارب حيت فيه ثلاثة كيسان ونص كاس لارب. ها هو حبيبي هادو كيتسماو جوج د الكيسان لارب ثلاثة حيت فيه ثلاثة ونص عملت له كاس وكاس اخر ناقص شوية كاس لارب حيت كاس ونص لارب اللي كيرفدو 250 مليلتر ديال الماء. والكاس اللي عبرتو به مشيتو تقدرو تعملو هاد العلبة بالحق مشيو بالقياس اللي عملتو بالكاس عملوه تبعوه الكاس اللي صغير ولا كبير شحال ما عطاكم نتوما كتعرفو شنو هو. كل كاس دهاد دهاد الدلاح كيعمل نص د الكاس و الا مشيتو تشبرو عاود العنبة كاس د العنبة هذا من بعد ملي كيكون طايب ديك الساعة كتعملو نص د الكاس السكر و نتوما كتعدلو اللي بغيتو. باينية كانت فيه عملت الكليكوز كلشي دابا غيبدا يغلي غنحني له البوطة ماشي بزاف ماشي بزاف و غنخليوه يتعسل مع راسو وشويه بشويه وانا نوريه لكم ان شاء الله. حبيبي ها هي الدليله ديالي اللي غنعمل لكم به الفروطات توتي فروتي ها هي فينيا. شوفوا كيف كتعسل وكل واحد وطريقته وانا غنقول لكم الطريقه ديالي. هنا الا بقاو الماء ما كتطولشي بزاف كتجي غزاله بالحق ما كتطولشي بزاف. هنا مزيان تزولوا الماء ها انت كتشوفوا الماء خصو يزولوا كتعسل مزيان مع بعضيتها وكنخليها في العافيه قليله بالحق. دابا عطيتها العافيه باش كتشرب لي ديك الماء كامل كيبقى غير ديك الشيء السكري دا واحد شويه وصافي. هاد ديالي باقي غنزيدها شويه هانتوما كتشوفوا باقي غنزيدها شويه. تشوفوا دابا كل واحد كيعرف الحاجه ديالو ملي تشوفوا الحاجه بحال الماء هادوك خصهم يزولوا ها خصهم يزولوا الماء ما خصوش يبقى فيه. تعسل مزيان وغير داك الشيء ديال السكر نخليوها تعسل شي شويه وانتوما تعرفوا كل واحد كيعرف اللي كيعمل. انا غير كنقول لكم ونتمنى تتقبلوا مني النصيحه. دابا غنزيد واحد شويه شي خمسة دقائق اخرى ملي نبقى نعمل. حبايبي ها هي الفرطه ديالي معسله على حقها وطريقه هانتوما كتشوفوها عندي واحد ثلاثه الزليفات هنايا وبسم الله
نعملو واحد المغرفة هنا، مغرفة هنا كتشوفوا كيفاش نوى معسل غزال، ومغرفة هنا باش ما نوسخش، كل وحده عندها المغرفه ديالها باش ما نسلفش المذاق هذا بهذا. هنا غنعمل نص مغرفه، كنحاول زعما ماشي ضروري القياس قد قد، ولكن المهم هنايا دابا كنعوضو صافي. ها هي نص هنا عاود، نحط واحد شويه، غنعمل شويه هيدا شويه هيدا، وهذا الطريقه هذه ديال الصبايا خاصها تكون سخونه، الا تا بردت عاد عملتوها فحال اللي ما عملتو والو، الصبيغه ما كتطلقش مزيان فيها. بسم الله حبيبي. ودابا نعملو الصبيغه ديالنا، واحد غنعملو هذا ديال الحامض، ها هو فيه صبيغتو فيه كلشي، غير واحد شويه عينك وميزانك، وبدا تحرك، الا شفتو ما جاش الصفيفر غادي نعملو الصبيغه. عندي هنايا الصفيفره، ها هي نقطر منها صافي، وحرك مزيان حتى يدخل فيها كلشي. هذا ديال الحامض، ها نتوما كتشوفو غنعمل الصبيغه ديالي باش نساليو معكم داغيا كلشي وتشوفوه ان شاء الله باش ما يبردليش. بسم الله هنايا غادي نعمل واحد شويه د البيستاتشو، المذاق د البيستاتشو، وغنعمل شويه د الصبيغه في الخضر، ها هي خضره، وعادي نحرك. هذا الشيء خصو يكون سخون باش هاد الصبيغه كتذوب وكتخلط مزيان معاه، الا كان بارد راه ما كتخلطش مزيان وليداتي. ها هي ولا جاتكم ماشي خضره مزيان زيدوا هذا الشيء، ماشي بالحساب وماشي بالقياس في الصبايا وداك الشيء. ها نتوما ها وحده محايده، ها الثانيه محايده، الا بغيت انا نزيدهم نزيدهم. هذه الفريسه غادي نعمل لها عاود المذاق الفريسه، ها هي حيت ما عنديش بحال هذوك كاملين، وغنعمل شويه صبيغه حمراء. ها هي ولا عندكم ليكيد عملوه ليكيد، ما كاين حتى شي مشكل. ودابا ان شاء الله غنساليهم، غنزيد نخلط ونعاود ونساليهم كامل حتى يبردوا واحد 3 4 ساعات 5 حتى يبردوا مزيان، عاد كنعملوهم في الفريغو ديالنا. ودابا رجعنا عندكم ان شاء الله حبيبي. ها شكل النهائي الفروطه ديالي، هانتوما كتشوفوها كيف كتجي كتحماق. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله، وتعجبكم وجيم، وإلا عجبكم الفيديو جيم، والله تعالى وتبارك يبارك فيكم وفي وليداتكم وفي جميع الأمة مولي محمد، ونتمنى على الله تعالى وتبارك تعجبكم بسيطة حبيبي. ما تغفلوش عليا جيم واشتراك، جزاكم الله على القدام والجداد والحباب كاملين، جزاكم الله وحفظكم ورعاه برضاه إن شاء الله. يا ربي يا رب يا رب يا حنين يا كريم، تكونوا بالصحة والعافية كامل، وما تنسونيش وشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم وجيرانكم، ونتمنى على الله تعالى وتبارك نكون عند حسن الظن وبسيتو حبيبي كاملين. وشكرا على المتابعه وعلى الدعم اللي كيدخلوا الجداد والقدام، جزاكم الله. الا ما رديناش على شي واحد يسمح لنا، والحبايب اللي لا تعطلت عليهم بشي وصيفه يسمحوا لنا، وانا كنادي ونودي الطلبات ديال الحباب كاملين، ونتمنىكم تكونوا راضيين وفرحانين وضحكانين ان شاء الله. بسيطة حبيبي ما تنسونيش، باي باي، وجي ما تنسوش.